GSM Medical Education، هنا نجعل الطب سهلا. مرحبا، معكم نانسي جوزيف من GSM Medical Education. اليوم بدي أحكي عن Winged Scapula أو لوح الكتف المجنح. طبعا حالة لوح الكتف المجنح هي حالة عم بتصير تقريبا لكل الناس، أغلبهم عم بتصير بسبب إشياء نحن عم نعملها بشكل يومي تقريبا. حتى نعرف شو هو Winged Scapula أو شو لوح الكتف المجنح، شو أعراضه وشو طرق كمان الوقاية منه، تابعوا معي هذا الفيديو. لبداية هاي الصورة عندي أنا هون، عندي على اليسار مثل ما وضح عندي بالصورة لوح الكتف على اليسار بشكل طبيعي أو نورمال، وعلى اليمين رح يكون عندي أنا مجنح أو هو بارز لبرا. طبعا هون رح تكون هي فيها الحافة الأنسية للوح الكتف، أو هي اللي بسموها الحافة من جهة العمود الفقري، عم بتكون بشكل غير طبيعي، رح تكون بطريقة غير طبيعية laterally وحشية وخلفية posteriorly، عم تطلع للخارج وللخلف، والنتيجة رح تكون هي لوح كتف رح يكون مثل الجناح بالناحية المصابة، لأن الزاوية السفلية للوح عم بتكون بارزة أكثر من لوح الكتف اللي مثل ما موضح عندي أنا بالصورة الحالة الطبيعية. والسبب الرئيسي رح يكون هو عم تتأذى عندي العضلة المنشارية الأمامية اللي هي بتكون serratus anterior muscles، أو حتى ممكن long thoracic nerve اللي هو العصب الصدري الطويل رح يكون سبب رئيسي للwinged scapula. هلا شو هي scapular winging؟ أول شي عندي أنا scapular winging أو الجناح الكتفي هو رح يكون بسموه أحيانا كمان الكتف المجنح، وهو حالة عم بتأثر على الألواح الكتفية. كمان هلا الألواح الكتفية هي عادة ما بتكون مسطحة على ظهر جدار الصدر، بس هون رح يصير عندي أنا تجاذب كتفي لما عم تطلع لوح الكتفي لبرا أو شفرة الكتف عم تخرج لبرا. وثالثاً عندي أنه على الرغم من أنه هاي الحالة عم بتكون نادرة، بس رح تكون كمان مؤلمة وعم تخلي الأنشطة اليومية مثل أنه أنا أرفع الأكياس من السوبر ماركت أو أنظف أسناني بالفرشاة رح يكون صعب كتير علي، رح يقلم عندي أنا الاسكافولا. أوكي، هاي صورة عندي أنا هون موضحة، كمان عندي هون winging of scapula مثل ما موضح عندي بالصورة على طرف اليسار هون. خلينا نشوف مع بعض، شايفين كيف أنه هي في عندي تأثير أنا على shoulder blades على شفرات الكتف، وهون هذا لوح الكتف المجنح، وهي عندي أنا هون كان scapula normal عادية طبيعية سليمة ما في أي شيء. هلأ شو هن أعراض scapular winging؟ خلينا نحكي عليهم مع بعض. عندي أول شيء shoulder blade رح تكون هي خارجة لبرا. معظم الناس اللي تكون عندهم scapular winging رح يكون عم بتوجعوا لما رح يقعدوا على الكرسي، جلوس على الكرسي، أو حتى لما بيحط شنطة على ظهره رح تكون طريقة غير مريحة إله، لأنه هذا shoulder blade أو شفرة الكتف طالعة لبرا، بارزة لبرا، فرح توجع. ثاني شيء من الأعراض عندي nerve damage أو تلف الأعصاب. هلأ التلف الأعصاب رح يكون عندي عم بيسبب ضعف بعضلات الرقبة والكتفين والذراعين كمان، وهذا عم بيخلي الضعف إنه أنا لما أرفع أجسام تقيلة أو أسحبها أو أدفعها بقوة رح يكون عندي ألم، وغالبا رح يكون هذا عم بيأثر scapular winging على القدرة لما أنا برفع الذراع فوق كتفي كمان. وكمان عندي ال pain or discomfort in your neck, shoulders and back، رح يكون عندي أنا عدم الراحة في الرقبة والكتفين والظهر كمان. fatigue اللي هي بتكون إعياء أو إجهاد. وآخر شيء عندي drooping shoulder اللي بكون هو تدلي الكتف، أو يعني بحس أنا في عندي ميل بالكتف. وهلأ خلينا نحكي مع بعض عن مسببات scapular winging. أول شيء عندي أنا long thoracic nerve أو العصب الصدري الطويل اللي هو بكون عم بتحكم أو عم بيسيطر على العضلات الأمامية المنشارية أو serratus anterior muscles. ثانياً عندي سبب ثاني رح يكون dorsal scapular nerve أو العصب الكتفي الظهري اللي بكون عم بتحكم بالعضلات المعينية أو rhomboid muscles. وآخر شيء عندي أنا spinal accessory nerve أو العصب الفقري التبعي اللي بكون هو عم بيعمل سيطرة أو control على trapezius muscle أو العضلات اللي بتكون هي شبه المنحرف. كمان عندي أسباب تانية للscapular winging منها traumatic injuries
non-traumatic injuries. هلا traumatic injuries خلينا نحكي عليها، هي رح تكون اصابات جرحيه. طبعا الصدمه اللي بتكون حاده للاعصاب اللي عم تتحكم بعضلات الرقبه والظهر العلوي والكتف رح تعمل لي انا مثل تجويف كتفي، او هو رح يكون scapular winging. وكمان امثله علي لهالصدمات اللي هي رح تكون خلع بالكتف او التواء الرقبه رح تكون بطريقه غير عادية أو unusual way. non-traumatic injuries أو الإصابات غير الجرحية رح تكون عندي أنا اللي هي ما رح تسبب القوة البدنية، يعني مثل رح تكون عندي أمراض فيروسية، إنفلونزا، شلل الأطفال، وكمان التهاب اللوز. ثانيا بي عندي allergic reactions to medication اللي هي بتكون ردود الفعل التحسسية باتجاه الأدوية، وعندي drug overdose اللي هو بكون جرعات زائدة من الأدوية أو المخدرات، وplus عندي كمان exposure to toxins اللي هي بتكون تعرض للسموم مثل المبيدات الحشرية أو مبيدات الأعشاب اللي ببخوها بالشوارع، واحد من المسببات. واخر شيء عندي certain medical conditions اللي هي بعض الحالات الطبية مثل congenital heart defects اللي هي بتكون عيوب القلب الخلقية، وكمان عندي muscular dystrophy اللي بتكون هي ضمور في العضلات. وهي انا عندي هون صورة عن لما بكون عندي انا drug overdose جرعات زائدة من المخدرات، وهي كمان تعرض للسموم مثل مبيدات الحشرية مثل ما مدة عندي هون بالصورة، أو مبيدات الأعشاب كمان. وهلأ آخر شيء بدي أحكي عليه هو مسببات السكابلر وينجينج. عندي كمان آخر اثنين رح تكون repetitive motion injuries والسيرجري. هلأ repetitive motion injuries رح تكون إصابات الحركة المتكررة. ممكن الأسباب اللي هي عم بتسبب عندي السكابلر وينجينج، واحد منها رح تكون حركات المتكررة اللي هي بتكون بين الرياضيين شائعة أكتر شيء، وممكن كمان بسبب المهام اليومية مثل washing the car وديجينج اللي هي غسل السيارة والحفر. وآخر شيء عندي surgery أو العملية الجراحية، عندي أنا هون مكتوب rib resections عمليات استئصال الأضلع، mastectomies اللي بتكون استئصال الثدي، واخر شيء عندي procedures اللي هي that require general anesthesia اللي هي بدها اجراءات اللي عم تتطلب تخدير عام بتلف الاعصاب او بالنيرف دامج. وهي صورة عندي انا على الديجينج المهام اليومية وكمان washing the car. هلا كيف السكابلر وينجينج راح تكون مشخصة او diagnosed؟ اول شيء راح يطلع الدكتور او الدكتور على الشولدر بليد او شفرة الكتف، رح يشوف انه في هون علامات واضحة للجناح اللي هي وينجينج. بعدين ممكن كمان يخليك انه هو تقوم انت ببعض الحركات للذراع او الكتف للشولدر او الارم، رح تعمل شوية موفمنتس، وبعدين رح انت رح تخبر كمان الطبيب عليك انه اذا كان عندك اي ريسيت انجوريز، اصابات، امراض، جراحات حديثة ممكن تأثر على رقبتك أو ذراعك أو حتى ظهرك اللي هو يكون neck, arms or back. وإذا الدكتور قرر أنه أنت فعلا عندك كتف مجنح، رح نعمل نحن electromyography أو EMG اللي هو يكون تخطيط كهربائي لحتى نعرف إذا هذا الشيء عم بتعلق بالعضلات المصلية الأمامية أو شبه المنحرفة أو المعينية اللي بتكون هي serratus anterior، راح تكون المنشارية الأمامية، راح تكون trapezius، وكمان عندي rhomboid muscles الشبه المنحرفة والمعينة. ألا لو فعلا الطبيب قرر وقال إنه المريض هو عنده winged scapula أو winging scapula معناها عنده كتف مجنح، فقلنا نحن راح نستخدم electromyography اللي مثل ما موضح عندي هون بالصورة EMG اللي هو بكون هذا عبارة عن مخطط كهربائية العضل. طبعا شو بيعمل هذا؟ هذا بيعمل لي تشخيص، يعمل تقييم لصحة العضلات والخلايا العصبية اللي عم تتحكم فيها الخلايا العصبية الحركية، وممكن من خلالها بقدر انا اشوف تخطيط كهربائية الدماغ، اذا كان في عندي خلل بالاعصاب او ضعف العضلات او مشكلات في ارسال اشارات الاعصاب للعضلات. وطبعا هون عندي انا هن رح يكون في عندي ارسال للعصبات الحركية اشارات كهربائية عم ترسل عم تسبب انقباضات في العضلات. وبيستخدم كمان نحن شايفين هدول الأقطاب الكهربائية الموضوعات على يد البيشنت أو المريض، هي بتترجم الإشارات لرسوم بيانية أو أصوات لحتى نقدر نفسرها نحن عن طريق مختص طبعاً.
وحتى بيقدر هون الطبيب يشوف انه في عنده اجراء، بعدين من خلاله رح يتم ادخال ابرة الاقطاب مباشرة في العضلة، وبيعمل عندي انا تسجيل للانشطة الكهربائية في هديك العضلة. وهي الدراسة عم تكون هي دراسة توصيل الاعصاب، وهي جزء ثاني من تخطيط كهربائية العضل من الاي ام جي، ورح تكون هي كمان ملصقة قطبية عم نحطها على الجلد او اقطاب كهربائية سطحية لحتى تقيس سرعة وقوة الاشارات اللي عم تنتقل بين نقطتين واكثر. وهلا خلينا نحكي عن السكابلر وينجين، كيف رح يكون التريتمنت تبعها او العلاج تبعها. اكيد عندي طريقتين، واحدة رح تكون نون سيرجيكال اللي هي بتكون علاج غير جراحي، ورح يكون عندي سيرجيكال تريتمنت او علاج جراحي. هلا خلينا نحكي عن النون سيرجيكال تريتمنت. هلا بحالات السكابلر وينجينج اللي كانت هي متسببه بدامج او تلف السيراتس انتيريور نيرف او العصب المنشاري الامامي، هي ساعتها بتقدر هي تنشفى لوحدها، يعني من دون ما انا استخدم اي شيء، من دون اي تدخل جراحي، خلال سنتين. بس اذا كان السكابلر وينجينج او لوح الكتف المجنح اللي هو سببه دامج بالدورسال سكابلر نيرف او بالتلف رح يكون عندي بالعصب الكتفي الظهري، وقت الدكتور رح هو يوصي انه نحن نعمل مزيج من العلاج الطبيعي والتدليك. بده الدكتور ريكومند ا ميكس اوف فيزيكال اند مساج ثيرابي، وهي كمان الدكتور رح يوصف لي مرخيات للعضلات وأدوية رح تكون مضادة للالتهابات. ومع ذلك فيني انا استخدم بريس او دعامة اللي هي بتقدر تشد من السكابلر وينج اللوح الكتف المجنح حتى ترجعه لوضعه الصحيح مع مرور الزمن. طبعا هلا عندنا السيرجيكال تريتمنت، حكينا نحن عن نون سيرجيكال تريتمنت او العلاج غير الجراحي، هلا بدنا نحكي عن العلاج الجراحي. طبعا عندي اكثر موست كومن او اكثر علاج جراحي رح يكون شيوعا للسكابلر وينجينج، هو رح يكون نيرف اند موسل ترانسفيرز اللي هو نقل الاعصاب والعضلات. طب كيف هذا فيني انا اعرفه انه شو هو نقل الاعصاب والعضل؟ طبعا هاي العملية الجراحية رح تكون هي انه انا اخذ كل جزء من العصب والعضلات وانقله واحطه في جزء ثاني من الجسم. وعادة هي بتركز عمليات نقل العصب والعضلات انه هي على الجناح الكتفي، رح تركز على الجناح الكتفي، على الكتف والظهر والتشيست اللي هو بكون الصدر. هلا another option او عندي خيار ثاني اللي هو اسمه static stabilization او بنسميه نحن الاستقرار الثابت. هذا بيصير فيه انه انا استخدم سلينكس او احبال لحتى اوصل الكتف للاضلاع او العمليات اللي بتكون هي الفقارية اللي vertebral spinous processes، وهدول بكونوا كتير بوني او هي اجزاء عظمية عم تطلع من الفيرتبرا او من الفقرة. وطبعا رح يكون عندي ريسك كتير كبير او خطر انه هاي السلينك رح تكون عم ترتفع او عم تمتد مع مرور الوقت، ورح ترجع لي انا الوينج سكابولا مرة تانية كأنه ما استفدت شيء. وهي عندي انا هون صورة موضحة عن العملية الجراحية. بصورة اليسار مثل ما موضح عندي هون عملنا انسيجن او شق جراحي، وهون عندي انا السباينس بروسيسز اللي هن هدول اللي بتكون العمليات الفقارية، وهي الابر ترابيزيوس موسل، تيرس ميجر موسل هون، وعندي لاتيسموس دورسي اللي هي بتكون عضلة الظهر. وهون نحن بهال عملنا انسيجن، وهون بهالشق الجراحي تماما نحن رح نعمل عملية جراحية للوينج سكابولا. رح احكي عن اخر سيرجيكال تريتمنت او علاج جراحي، رح يكون هو صعب نوعا ما بقلكن ده. هلا هذا الدكتور ممكن هو او الدكتور يعمل عندي انا انه اجراء اسمه سكابولو ثوراكيك فيوجن او منسميه انصهار كتفي صدري. اذا كانت كل العلاجات السابقه اللي ذكرناها النون سيرجيكال والسيرجيكال والعمليه الجراحيه كله ما نفع ابدا، فهذا وقتها رحنا نقدر نستخدم السكابولو ثوراكيك فيوجن. وهذا شو رح يعمل اتاشمنت او يعمل الفاق السكابولا دايركتلي تو ذا ريبس، يعني رح يكون عندي انا ربط السكابولا مباشره بالاضلاع بالريبس. وهون وقتها انا حتى ما فيني لا ارفع ذراعي ولا اعمل اي شيء. وهلا رح نشوف صوره مع بعض، وهذا الشيء رح يعمل كمان كسور العظام الدائمه
وكمان رح يعمل عندي مشاكل في الرئة، فإذا الدكتور فعلا اقترحه فهون معناها ما كان عندنا نحن أي بدائل تانية. وهي صورة عندي موضحة للسكابولوثوراكيك فيوجن، مثل ما شايفين معي صورة البيشن أو المريض، هون مرفوعة إيدي خلاص صار عنده هون مثل ما موضح عندي بصورة الإكس راي أو الأشعة السينية. شايفين عملنا نحن أتاشمنت مباشر من السكابولا للريبس للأضلع، وهي كمان صورة تانية عن الإكس راي. وقتها هذا إن نحن إنه إذا ما كان في عنا أي تريتمنت تاني غيره. وبالختام خلينا نحكي نحن كيف نتجنب السكابلر وينجينج. حكينا نحن عن طرق التشخيص والمسببات وطرق العلاج كمان وشو هو ذاته سكابلر وينجينج. هلأ خلينا نحن نتجنبه مع بعض إذا اتبعنا بعض من المكتوب عندي، بعض من الأشياء اللي نحن عم نعملها بشكل يومي. رح أكيد هي ما رح تكون إنه always preventable، بس نحن بنقدر نقلل من المخاطر تبعتها. عندي أول شيء avoiding repetitive shoulder or arm movements when possible، اللي هي بتكون تجنب حركات الكتف أو الذراع المتكررة قد ما فيني. maintaining correct posture، اللي هي بتكون الحفاظ على الوضع الصح أو الباستر الصح. لما أنت توقف شادد ظهرك، شد ظهرك، الظهر مستقيم، ما في أي انحناءات، هي رح تكون عندي إياها تجنب للسكابلر وينجينج. عندي كمان استخدم كرسي مريح وكمان مخدة أو فيلو مريحة. استخدم حقائب مريحة للكتف، واللي هي كمان بتكون حقائب الظهر. اتجنب انا avoiding carrying too much weight on your shoulders، تجنب انه انا احمل كتير من الوزن على الكتاف. واخر شيء عندي stretching and stretching، اللي هي بتكون التمدد وتقوية العضلات، راح تكون بالرقبة، بالنك، shoulders، الكتفين والذراعين، upper arms. وهذا كان كل شيء عن الوينج سكابولا او لوح الكتف المجنح. بتمنى تكونوا استفدتوا and thank you for watching.